انا عايز اعرف الكراتين دي فيها ايه. يا رجب، محمود، عيسى، نزلوا كل الكراتين دي وفتشوا العربيات. يا محمد، محمد، خليك معاهم بسرعة، انا جاي. ماشي. وانت بقى يا سيدي ايه علاقتك بحسين دي؟ ده معرفة قديمة يا فندم. معرفة قديمة؟ طب انا يا سيدي ليه عنده خدمة صغيرة قد كده اهو، رغم اني عارف انه اتم وما بيخدمش حد، تقدر تساعدني فيها؟ يا فندم العفو، اعتبرها قضيت خلاص. انا لو مش هساعد سعادتك طب هساعد مين؟ ظبطنا بضاعة متهربة يا ريس. متسوسة والله، بضاعة متهربة. متسوسة طبعا، هجيب انا ليه بضاعة متهربة؟ لا اله الا الله، بضاعة متهربة يا محمد. في ايه؟ بقول لك في بضاعة متهربة. يا استاذ استنى، ايه ده حضرتك؟ مش بضاعتك انت يا اخي؟ حرام عليك، سيبت ركبي افتكرتها بضاعتنا. اهدوا يا اساتذة، البضاعة المتهربة دي في العربية دي مش في عربيتكم. لا حول ولا قوة الا بالله، انا بحسب حضرتك بتتكلم على عربيتنا احنا. لا يا سيدي، اسمع، انا عايزك تعمل محضر بالواقعة وتحرز البضاعة المتهربة، فاهم؟ وتخلص حاجة الاستاذ. يا سيدي بارك الله فيك، ربنا يكرمك. الحكاية دي بقى بتبقى عقوبتها ايه يا استاذ خالد؟ بيدفع جمرك البضاعة المتهربة وعليها الغرامة. يعني ما فيهاش حبس؟ ساعات بيبقى فيها حبس، النيابة هي اللي تقرر. احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنعمل محضر بالواقعة ونبعته النيابة، والنيابة هي اللي بتتصرف معاهم. لا لا، بص 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 بص، بيدس الحاجة ازاي ده حطينا في الباب من جوه يا بيه. يا استاذ احنا ساعات بنلاقيها متسوسة في سقف العربية كمان. لا اله الا الله، ما هو لو البني ادم يستغل عقله في الخير عمرنا ما كنا هنبقى كده ابدا. والله عندك حق، عشان كده احنا هنضطر نفك بيبان عربيتكم انتوا كمان. لا 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 لا، سعادتك فك البيبان، فك السقف، ده انا ركبي ثابت. شوف يا استاذ احمد، البضاعة دي بالميت هتدفعوا عليها 4000 جنيه. كتير قوي يا استاذ خالد. ما انا جاي لكم في الكلام اهو، والله لولا ان البضاعة دي لوجه الله وانكم من طرف الاستاذ حسين انا كنت دفعتكم اكتر من 6000 جنيه. انا بقى هخليها 3 بس. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، بس مش ممكن يعني عشان خاطرنا تخليهم 2 و200 جنيه كمان إكرامية يعني للعمال اللي تعبوا وفتشوا العربية؟ رشوة يعني يا أستاذ ولا إيه؟ رشوة إيه سعادتك؟ مين اللي جاب سيرة رشوة؟ ما قلتش رشوة خالص، أنا قلت إكرامية للناس اللي تعبوا بس يعني. وبعدين عشان خاطر سعادتك تعرف إن نيتي سليمة وعشان الكلمة اللي حضرتك قلتها، أنا هدفع ال 3000 جنيه اللي أنت قلت عليه، وبرضه هدفع عليهم ال 200 جنيه رشوة. إكرامية. كتير قوي 3000 جنيه يا احمد. لا معلش 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 يا محمد، عشان يطمئن قلب الاستاذ. خلاص انا هخليهم 2.5، ده غير الاكراميه. وليك عليا، موضوع الاكراميه ده محدش يعرف عنه حاجه خالص، هيبقى بيني وبينك، لا ناس تفهم غلط لا سمح الله، وان شاء الله تبقى انا عارف. يلا 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 يلا، تعال انت روح على العربية هناك، اقعد واحنا نروح نحاسب ونيجي. تمام تعال معايا تعال معايا، يلا 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 بسرعة، خلينا نخلص الضيق لك. ايدك بايد. ايه ده يا احمد ده؟ يلا زي ما انت شايف كل كنب العربيات معمول فيه كده. يا نهار اسود، احنا كان ممكن نروح في داهيه. لو انت صدق كان ممكن نروح في داهيه فعلا، لو دفعنا كل الجمارك دي اكتر من ثمنها. بس كان لازم تقول لي يا احمد. كنت هتخاف وترتبك ويبان عليك. انت اصلا لو كنت قلت لي ما كنتش هوافق. عشان كده ما قلتلكش. وبعدين لو انت فاكر ان انا بحب التهريب وغوي يعني، انا عملت كده انقاذ موقف. طب والسواقين دول، افرض حد فيهم كان بلغ عنك. لا 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 اطمن، حامد مأمن كل حاجه ما تقلقش. حامد وهو اللي قال لهم يحشوا الهدوم كده في الكراسي؟ ابدا، دول كانوا عايزين يحطوها في البيبان زي العربيه اللي اتقفشت، بس انا قلت لهم لا حطوها في الكراسي، عشان كده بيتنا في بورسعيد. يا نهار اسود، كان ممكن نروح النيابه. لا عمرنا ما نروح النيابه ان شاء الله. ليه ان شاء الله؟ على راسنا ريشه؟ لا هي لسه ريشه ما اتحطتش على راسنا يا ابو حميد، بس علشان كل حاجه باسم حبشي، يعني احنا مالناش دعوه، وهو لو لا قدر الله اتمسك احنا هنعرف نقف جنبه، بس لو احنا اتمسكنا مين هيقف جنبنا؟ ايوه بس انت كده تبقى بتغامر بيه. ويعني جوز اختنا نغامر احنا بيه شويه، هو يغامر معانا شويه، ويفوز باللذات كل مغامر. يلا بقى يا جدعان، انت بقى مش ناقصه. ايه رايك يا سميحه؟ عروسه ايه؟ واحلى عروسه كمان. كمان ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا.
يبقى هنثبت على كده وما يبقاش ناقصك غير حاجه واحده بس. ايه هي يا بدريه؟ لا دي هديه مني ليكي بقى، استني لما اجيبها من الاوضه. هتكون ايه هي الحاجه اللي ناقصه ومشغوله عليها قوي كده دلوقتي لما تيجي تعرفي؟ بقولك ايه يا مديحه؟ ايه حبشي ده طلع بيفهم. اشمعنى؟ عشان اختارك زوجه وعروسه، اصلا ما يقدرش الجمال غير اللي بيفهم، وشكلها كده قصه حب قديمه. طب تصدقي بالله؟ لا اله الا الله، اهو حبشي ده اخر واحد في الدنيا دي كلها كنت افكر احبه او اتجوزه. قال على راي المثل البعيد قريب، والبعيد طلع بيفهم. والله ما حد بيفهم الا انت يا سميحه. انت عارفه انا ما كنتش اتخيل ان واحد زي حبشي ده بيعرف يحب اصلا، بس انا بحمد ربنا ان انا عرفت الحب على ايد واحد طيب وابن حلال زي حبش. ده ايه الشعر ده كله؟ كده بقى تبقى عروسه كامله متكامله من مجاميعه، ما ينقصنيش غير الزفه. ربنا يخليكي ليا. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. مبروك. ربنا يخليكوا ليا. احمد توفيق اذا وعد اوفى، واذا اوكلت اليه مهمه كان جديرا بها. انت بتتكلم كده زي ما تكون عملتي لي حاجه ما كانش المفروض تعملها لي. ده واجب عليك يا استاذ احمد. لا ما بحبش حد يقول لي يا استاذ. حاف كده حلو. اتفضل يا احمد. حاف بلاش تتفرد قوي وتشوف نفسك عليا، لاني دي مشكله انت اللي عملتها وانت اللي كان لازم تحلها. والحمد لله اديني حليتها الحمد لله رب العالمين. بس الحق اتقال، السيد الوالد كان له دخل كبير قوي في حلها. تعرف انا كنت متاكده انك رايح علشان الموضوع ده. تعرفي انا ما جبتلوش سيره عن حضرتك ولا كانك موجوده في الحكايه خالص. طيب دلوقتي انا خلصت النص اللي عليا في الاتفاق وفضل النص اللي عليك اللي هو انك تبيع البضاعه ولو سمحت. وخدي بالك فلوسي تجيلي في خلال شهر مش بعد شهر. بس خلي بالك قبل الفلوس ما تجيلك هخصم الاول مخصصات الاتحاد والباقي هبعتهولك. ليه تبعتيه؟ لا اله الا الله يا ستي، انا اجي اخده اهي فرصه اشوف حضرتك واسمع الفاظك اللاذعه وطريقتك في الحوار المحببه الى النفس. الله، اعتبر بقى انك بتعاكسني يا اخ احمد. اولا انا ما بحبش حد يقول لي اخ، وبعدين ده في الحقيقه اطراء، انما انت لو حبيتي تعتبري معاك سيما يا دلعنا تفضلي. الكلام الفاضي ده، انا ما بحبش الكلام ده. خلينا في موضوعنا، عايز اعرف تكلفه الهدوم كام. محمد دلوقتي قاعد بيسعر، ان شاء الله كلها سعر جدنا بيها بالاسعار والعداد كمان. ما تقلقيش، بس احتمال يعني يبقى في ان شاء الله شويه اسعار مضافه، ده لاننا خدنا كل البضاعه من غير اي اعفاء كروكي. بس خلي بالك لازم السعر يكون في متناول الطلبه والا هتبقى مشكله. والله العظيم ما في مشاكل خالص، ولو ان شاء الله البضاعه كان فيها مشكله او الاسعار فيها مشكله حضرتك تدعي لي نجمع ان شاء الله نحل المشاكل. انا بقى ما بحبش الكلمه دي ابدا، لاني عمري ما بسمحها الا لما لازم تبقى في مشكله. لا ده مع اي حد تاني الا احمد توفيق. اما نشوف يا استاذ احمد. وبلاش استاذ احمد. قلق في عريس وتعالى معايا. على فين؟ على سعيد الترزي. ليه؟ ما تفتح اللفه وانت تعرف ليه؟ يعني افتحها؟ جرى يا حبشي، امال اجيبها لك ليه؟ افتحها حبيبي افتحها. الله، ده حته قماش مهير. ايه؟ فله. انت لازم، انت عريس ولازم تبقى اشيك عريس جنب احلى عروسه. ايوه بس كتر خيرك يا فتحي، الحمد لله محمد واحمد جابوا لي حته دين بدله من بورسعيد عسل. يا عم زياده الخير خيرين، خلي بدله بورسعيد دي لخروجك لمقابلاتك، اما بدله العريس لازم تتفصل طبعا عشان يعني لا مؤاخذه تداري اي عيوب. مع اني ما شاء الله يعني انت ما فيكش عيب يا حبشي. ما انا عارف، بس انت يعني انا بقول لك يعني الظروف اللي احنا فيها دي مش عايزين تكاليف، يعني لازم نوفر. جرى لك يا جدع، انا بعمل معاك واجب، وبعدين انت بتتكلم كتير كده ليه؟ معلش يا فتحي، علشان انا عندي ميعاد دلوقتي مع الحاج شويه مشاوير كده هنعمله قبل الفرح. مش المشوار بتاع بلح بتاع الفراشه؟ يا عم ما تقلقش، انا اتفقت لك على كل شيء، فراشه وكراسي وجاتو وبسطه وكل لوازم الفرح، وباسمك كمان يا حبشي. ايه الدلع ده كله بس؟ بس بقول لك ايه يا حبشي؟ اوعى تكون فاكر ان انا بدلعك عشان سواد عيونك ولا عشان طلعتك البهايه. انا بدلعك يا حبشي عشان انت هتبقى جوز اختي حبيبتي الوحيده، اللي لو عرفت في يوم من الايام انك زعلتها او دوست لها على طرف هزعلك يا حبشي. محمد، انت ادم محمد؟ ما بالراحه يا حاج، هو في الشارع التاني. يا حاج ايوه، انزل شوف لي المخفي ده راح فين. جرى ايه يا حاج؟ ده بقى جوز بنتك، مش طراح شعور البيت. ماشي يا اختي، انزل شوف لي الاستاذ حبشي راح فين، ولا هو خليني اخد له مواعيد مع الناس وهو يخلع. مصيبه لا يكون فاكر ان انا هقوم له الفرح كمان. يا حاج مش حبشي برضه اللي يطمع كده؟ امال حبشي اللي يعمل ايه بالظبط يا سيدي؟ والله يا حاج اللي انا اعرفه ان حبشي عامل حسابه كويس قوي. عامل حسابه ازاي يعني؟ بقاله 12 سنه بيحوش للجوازه دي،
وتحويشة محترمة كمان، يعرف يدفع منها مهر ويجهز ويعيش مراته مش محتاجة حاجة. وهو اللي قالك على حكاية التحويشة دي؟ هو اللي قال لي طبعا. وقال لك ايه تاني؟ ما قالش حاجة تاني يا حاج. كان زمايلي أول ما أقول لهم أنا اسمي حبشي طلعوا يتريقوا ويضحكوا عليا. نفسي أشوفهم دلوقتي عشان أجيبهم يسمعوا حبشي طالعة من بقك إزاي. أحلى وأجمل اسم في الدنيا. أنا عارف على فكرة، أنا حاسس كده إن برضه ما كانش عاجبك اسم حبشي. لا يعني خالص مش قصدي. لا 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 ولا قصدي حاجة، عادي عادي. أنا عن نفسي لما كانوا يقولوا لي حبشي كنت أعمل نفسي مش سامع، مش طايق اسمي. طب أنا بندهك بيه من يوم ما دخلت بيتي. لا زمان كان حاجة تانية خالص. ليه بقى؟ دلوقتي حبشي جوز مديحة، الدنيا اتغيرت. طب هو إيه اللي بعد حبشي؟ حبشي البندري فوق ده. شفتي هديك ضحكت أهو. لا بجد، ممكن أسألك سؤال؟ اوعي تساليني عن اسم امي. لا خالص، يعني انا ما اعرفش عنك حاجه خالص يا حبش. ما اعرفش غير اني بقيت مراتك وبس. يعني عمري ما شفت لك لا اهل ولا قرايب ولا اخوات ولا حتى حد معرفه قديم. ياه، انا دلوقتي بس النهارده بس حسيت ان انا اتجوزت. ليه بقى يا حبش؟ عشان يعني بدات تخش حياتي. انا اسفه، مش قصدي، يعني لو انت مش عايزني ادخل في حياتك انا مش هتدخل خالص. لا خليكي هنا، ما تخرجيش، خش حياتي زي ما انت عاوزاها. انا زمان ما كانش ليا اي لازمه، كنت حاجه كده تافهه، مفيش حد لا بيسال عني ولا بيطبطب عليا ولا اي حاجه من الدنيا دي كلها. انا هقول لك يا ستي، انا زمان وانا صغير كان عندي تقريبا بتاع 11 سنه كده، كنت رايح انا وامي وابويا نحضر فرح ناس قرايبنا ببنها، راكبين عربيه كرو شايلين العفش بنزف يعني العروسه، العربيه كرو بالحمار لبست في الترعه، لقيت ابويا وامي كلهم بيبقللوا تحت وانا بدور عليهم مش لاقي احد. خلاص يا حبشي، ما تعيطش خلاص. حبشي حبيبي، النهارده فرحنا. ألف مبروك يا وديعة، تعال 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 تعال.
معلش يا جماعه، ثانيه واحده. انا اسف يعني، بس ليه خليتيهم يسكتوا؟ علشان اسمعك. طب ده انا اللي جبنا لحد هنا وداني. انا عندي اقتراح بعد اذنك طبعا، خليهم يكملوا واحنا نكمل كلامنا، انا مش عايز اعطلكم. انت اللي بتقول كده؟ بأمارة الحفل اللي لغيتوها لنا. والله العظيم امركم غريب جدا. عادل بقى، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: اطلب الخير من حسان الوجوه. وانا شايف يعني ان حضرتك فيك الخير كله ومن حسان الوجوه. انا مش مصدقه والله ان اللي بيقول الكلام ده واحد من الجماعه اللي مربيه دقنها. وعلى كده بقى انتوا بتسمعوا مزيكا؟ انا بسمع مزيكا. وانت ايه وهم ايه؟ ما انت محسوب عليهم. لا ازاي بقى، ده اسمه كلام بذمتك؟ محسوب على مين؟ ده انا مزيكاتي من وانا عيل صغير. لا، واحتمال على فكره حب للمزيكا هو اللي خلاني اخلص مشكله المسرح من غير اشتباكات. احتمال كمان حب للمزيكا هو اللي جابني هنا اتطفل على حضرتك عشان نتكلم، وانا عارف انك عارفه ان انا مش هنختلف. لا مش عارفه. مش احنا اتضح ان خلفيتنا الموسيقيه واحده؟ انت جاي تضحك عليا ولا انت فاكرني عبيطه؟ ايه بس كده، حاشا لله. لا طبعا، انا كل الحكايه اني عايز اقولك ان انا بحب الفن جدا يعني، ما عنديش اي مانع، بس في اولويات في الحياه. سبتها لكم يا ستي. ما تقوليش كده، ليه بتقولي كده؟ الله، انا خايف عليكي، انا معاكي مش ضدك، بالعكس. انت فكرتيني بمثل كانت بتقوله امي: اذا كالك الغصب اعمله بجميله. بمعنى ايه بقى؟ اذا كنت هتعملي حاجه غصب عنك يا امل، اعمليها بمزاجك انت، فاهمه؟ ده تهديد بقى، حضرتك جاي لحد هنا عشان تهددني؟ طبعا جاي عشان اهددك، بس يعني تقدري تقولي كده تهديد لمصلحتك مش ضدك. درء المخاطر مقدم على جلب المنافع. اللي انا عملته ده كنت ببعد عنك وعن زمايلك خطر كبير جدا، مهما كانت المنافع اللي انت متصوراها من ورا الحفلات. اوعى تفتكر اني ممكن اصدق انك خايف عليا او على الطلبه. انت زيك زيهم، ما يهمكوش غير انكم تثبتوا وجودكم وتعملوا اللي انتوا عاوزينه بس، واخدين الدين ده عبايه بتداروا بيها عقدكم. تصدقني مش هرد عليك يا امل، بس انا متهيألي ان الرساله وصلت. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. لازم تعرفي ان الجماعه انياب، ممكن تغدى اي حد واولهم انت. انتوا فاكرينها سايبه؟ دي بلد يا استاذ، لا وكر ولا مغاره عشان تعملوا فيها اللي انتوا عاوزينه. يا بنت ابني مالك عصبيه كده ليه؟ ها؟ اهدى لحد ما العاصفه تعدي وبعدين اعملي اللي انت عايزاه. ازاي علي؟ شفته قبل ما تشوفك عينيا. عمال تتفرج عليها يعني، ما تيجي تساعدني. لا ما انت تمام اهو، بسم الله ما شاء الله، خلصت الشنطتين. قول لي انا مش سامع صوت بدريه يعني. عند امها يا سيدي، حضن الواد خالد وهاتك يا عياط. ليه ماله خالد؟ جده ماسك فيه. وايه ناويين تسيبوه ولا ايه؟ اه. طب والله احسن حاجه عملها جده. يا اخي سيب الواد يتدلع يومين ويخلص منك انت وبدريه. جرالك ايه يا احمد؟ راعي اللي انا اخوك كبير. يا عم اخويا الكبير وعلى راسي من فوق. انا هنزل احضرك العربيه لحد ما تيجي ورايا. طب خد الشنطه دي معاك. على عيني. اسمع اسمع، اقفل الباب. اقفل الباب بس. خير؟ عملت ايه في موضوع الشقه؟ يا اخي خطيت والله العظيم. هي علبه حلويات هتاخدها معاك وانت مسافر، ما تقلقش. ما قلقش؟ ده 5000. 5000 ريال يا احمد. استنى، رايحين على فين؟ انا هسبقك على البيت يا حاج. الدكتور امر يا حاج، لو عايزنا نعمل حاجه نعملها لك. احنا مش متفقين نتعشى سوا النهارده؟ لا اله الا الله، ما انت اللي رفضت العزومه. كنت هتعزمني فين يا خايف؟ افخم كبابجي فيك يا مصر. لا معلش، انا اللي عازمكم على العشاء النهارده. فين يا حاج؟ لا كبابجي ولا بيت، انا عازمكم هنا على السمين هنا. ايوه بس بيني وبينك يا حاج، دي ما تبقاش عزومه. امال تبقى ايه؟ لا العزومه هتبقى عزومه، على ايدك مش طايله. اه عندك حق يا سيد الدكتور، ما انتوا خلاص ايديكوا طالت وعرفتوا سكه الكباب، معقوله هتاكلوا سمين؟ بس انا مش عازمكم من باب العزومه، لا ده انا عايز ادوقكم طعم السمين. لسه هندوق يا حاج، ما احنا حافظينه. معلش يا محمد، عايز افكركم بيه، عايز افكركم ان السمين ده هو اللي خلاكم رجاله، هو اللي اكلكم وشربكم ولبسكم ودخلكم مدارس. ايه مالكم بتبصوا لبعض كده ليه؟ مش عاجبكم كلامي؟ لا اله الا الله يابا، هو حد نطق؟ خلاص قفلوا البيبان، تعالوا اقعدوا معايا شويه عشان محتاجكم في كلمتين، لان الكلام اللي بجد لسه ما اتقالش. ايه
الكلام اللي بجد وما تقلش وقفلنا الباب، ايه الحكايه؟ مديحه. مالها مديحه؟ الحمد لله رب العالمين اتجوزت، ما بقاش ناقص غير اننا ندعي لها. ندعي لها مش نخرب عليها. طب ايه الكلام ده يا حاج؟ احنا هنخرب علاقتنا برضو؟ حبش استقال من شغله ليه؟ ليه يا حاج؟ حبشي ساب شغله ليه يا دكتور؟ ما تسأله، اسأله يا حاج. انا سألته وقال ايه؟ قال ان انتوا اللي شرطوا عليه بالشورة دي، وقال لي ايه؟ هتشغلوه معاكو احنا يا حاج. بس محمد ايوه يا حاج، هو هيستقيل من شغله وان شاء الله يشتغل معانا. الله الله الله، انتوا نويتوا تفتحوا شركة كهرباء كمان؟ يا حاج توفيق، طب انت هتزعل ولا بتتضايق ان ولادك فتحوا شركة والقرش جري في ايديهم؟ القرش الحلال يا سيد دكتور. طبعا هو الحلال. بأمرتي الحلال ده اللي يبقى في النور، وانتوا شغالين في الضلمة. اعوذ بالله يا حاج، ليه بس كده؟ لا الحمد لله شغالين في النور. خلاص يبقى انتوا ولاد اب تاني غيري يعرف عنكم اللي انا معرفوش. ليه بس بتقول الكلام ده يا حاج؟ لما ابوكوا معرفش عنكم ايها حاجة، يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ يبقى بتخونوه او خايفين على فلوسكم منه. ابوكوا اللي انتوا محسوبين عليه ولاده، ابوكوا اللي انتوا شايلين اسمه جايين في الاخر تستغفلوه، يبقى ده يبقى انتوا ولاد حلال انتوا، ولا شغالين في الحلال اصلا؟ يابا احنا الحمد لله ولاد حلال وشغالين في الحلال والدنيا زي الفل. حلال ايه ده اللي ابوكوا معرفش عنه اي حاجه؟ ما انتوا طول عمركوا كده شغالين في الضلمه. فلوس محي بتاعت البيت كانت شغلانه في النور، مشاوير بورسعيد اللي انتوا واخدينها قياسه شغلانه في النور، يا ترى دلوقتي بتشتغلوا ايه في الضلمه تاني يا ولاد توفيق؟ وساحبين جوز اختكم وراكوا ليه؟ ساحبينه من قفاه معاكوا ليه؟ ما تسيبوه في حاله، ده ما حطوش اللضا يا ناس. يا حاج ما هو يا عيني فضل عمره كله شغال، يا دوب عمل قرشين دفعهم مهر، لازم يشغله بقى يعمل له قرش. قصدك ايه يا ادم حمد؟ قصدك ايه بالظبط؟ قصدك ان انا ضربت مهر اختك في جيبي ولا ايه؟ لا والله يا حاج مش ده قصدي خالص. قصدك ولا مش قصدك؟ لازم تعرف انت وهو ان مهر مديح اختكوا ما انضربش في جيبي، وعشان يبقى كله على نور انا عامل حسابي وحاسبت لكم. اتفضلوا. ايه ده دفتر توفير اختكوا مديحه، شوفوا فيه كام. كل الفلوس اللي خدتها من حبشي موجوده هنا، مش انا اللي اعمل كده وتيجوا في الاخر تخونوني؟ ما اصل ما يخونش غير الخاين. بعدين بقى يا حاج انت كده بهدلتنا على الاخر، والله ما نستاهل منك كده. ولا نستاهل منكم كده، خلاص لحد كده وخلص الكلام. عندك حق يا حاج، وحقك على راسنا من فوق، وانا بوعدك اهو قبل احمد ما احناش هنخبي عليك حاجه تاني خالص. بس بشرط يا حاج. انت ايه عايز تتشرط على ابوك يا واد؟ وحياه ابوك يا حاج ما توكلنا سمين، عزمنا على كباب. ولاد الحلال صحيح هم اللي يعزموا ابوهم، مش ابوهم هو اللي يعزمهم. في المره القادمه لن يكون الحوار معك بالكلام، هذا انذاري الاخير. طب نزل ايدك. طيب وبعدين انت مالك يا اخي؟ زميلتي واقف معاها، شانك ايه في الموضوع؟ انني اطبق شرع الله. لا شرع الله تطبقه لما اكون مختلي بيها، انما انا واقف معاها دلوقتي قدامكم كلكم وقدام الجامعه، يعني انت ما تتكلمش معايا خالص. وبعدين انت مين عشان تطبق شرع الله؟ زي ما انت مسلم احنا كمان مسلمين وما بنعملش حاجه غلط. لا ترفعي صوتك فهو عوره، ويكفي ما بيكي من عورات. انا ما اسمحلكش تكلمني كده، ده انا ابويا بيكلمنيش كده. احنا اسفين يا اخت حنان، حصل خير ان شاء الله. اخت عايزين نسافر. اهدى يا ابراهيم اهدى، واخدنا على فين يا اخي؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. يا ابراهيم اللي انت بتعمله ده ممكن يخلق ما بيننا وما بينهم عداوه، وده شيء غير مستحب. امال هيعملوا ايه بقى لما يعرفوا ان احنا نفصل ما بين الطلبه والطالبات في المدرجات؟ ايه ده انت ناوي تعمل كده؟ ايوه، وهنحاول نقنعهم بالزور، اذا رفضوا هنستخدم القوه. لا اسمح لي يا اخ ابراهيم، اي محاوله لاستخدام القوه تقدر تعتبرني ان انا مش معاكم. لسنا في حاجه الى من لا يحتاجنا، والى من لا يقتنع بتطبيق شرع الله بالطريقه التي يراها اولي الامر. ايه بس رايح فين رايح فين رايح فين؟ مالك؟ انا اول مره اسمع صوتكم عالي كده. واخر مره ان شاء الله. الاخ عمر علاقته بينا انتهت. ليه يا سيدي؟ ايه اللي حصل؟ عن اذنك يا اخ احمد. رايح فين يا عمر؟ ما تشغلش بالك بيه. المهم يا اخ احمد، عملت ايه مع السافره بتاعت اللجنه الفنيه؟ تمام تمام الحمد لله، اتناقشت معاها وتقريبا اقتنعت بنص الكلام اللي انا قلته. وماذا عن النصف الثاني؟ ان شاء الله سيلحق بالنصف الاول بعد كده، مش هتسمع تاني عن حفله فنيه مقامه ابدا. يا اهلا وسهلا. ايه الخطه العزيزه دي؟ وحشتيني يا ست جينا. انت كمان وحشتوني. ايه ده كله بس يا احمد؟ كله ايه؟
دي حاجات للتلاجة، شوية رز شوية حاجات وكده. من يد ما نعدمهاش. الله يكرمك. امال حبشي فين؟ حبشي بيستحمى. يشربوا ايه؟ ولا اقول لكم تتعشوا؟ والله فكرة حلوة قوي، بس يعني ده اعتمد. في حاجة جاهزة ولا هتحضري؟ ولو مش جاهز يجهز من عناية الاثنين. فاكرة يا بنت البتنجان اللي كنت بتسقطيه في الطماطم ده وشوية فلفل حراق يا يا حبيبي، من عناية الاثنين هقوم اجهز لك كل اللي انت عايزه. وانت يا محمد تاكل ايه يا حبيبي؟ لا انا استنى حبش. حبش تقلق، هقوم انا بقى عشان احضر العشاء. عشاء ايه بالبامب اللي انت لابساه ده اللي هياخد منك حته؟ اختشي بقى اخواتي بره بس. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. في ايه؟ في ايه؟ مالكوا في ايه؟ انت قلت ايه للحاج توفيق؟ قلت له ايه عن ايه يعني؟ عن الشغل. شغل؟ شغل ايه؟ الشغل اللي انت سبته والشغل اللي انت رايح له. مفيش، هي الحاجه كانت بتدعي المديحه، قلت لها روح يا بنت ربنا يكرمك ويفتح عليكي. افتكرتني الحاجه في الدعوه، قالت روح انت كمان يا حبش ربنا يفتح عليك من واسع. قلت لا الحمد لله يا حاجة، أنا خلاص ربنا كرمني وسبت الميري. أبوك بقى لقط الموضوع ده، فضل ويقررني. وقررت لحد فين؟ مش كتير يعني. إيه؟ مش كتير يعني. أيوة، ما أنا بقولك لحد فين يعني. لغاية بورسعيد ونزلته. أيوة، قلت له إيه بقى عن بورسعيد؟ أكيد قال له كل حاجة، اشتغلنا بكام وإزاي وفين وإيه. أنت مش عارف حبشي؟ يا نهار أسوخ، انا اقول له بكام؟ ما تستعبطش عليا يا حبش. احمد انا عمري ما كنت بستعبط ولا ملوق عليك طول عمري. يا راجل. يا راجل ايه بس؟ ما انا قايل لك على موضوع المهر اللي كتبوك مني. ايوه ايوه ايوه، بس ما قلتلناش ان المهر ده 2000 جنيه. تحوشت العمر. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت محوش 2000 جنيه يا حبشي؟ مش ال 2000 جنيه كلهم، انا كان معايا 800 جنيه، بس لما ورثت من امي الله يرحمها في البيت بتاعها وبعته 1200 جنيه، بقى 2000 جنيه. وده مش كتير ابدا على مديحه تستاهل رقبتي، بس انتوا عارفين انا مقطوع من شجره، ما حليتيش حد في الدنيا، وانتوا اهلي وناسي وتخافوا عليا، ومش ممكن ابدا في يوم من الايام انكم تضروني. بس انت ضرتنا يا حبش. خلاص اذا كنت ضرتكم يبقى خلاص فعلا. خلاص ايه بقى؟ مش هفتح بقي تاني، هكرز خالص. سلام. ده اذا كنت هتشتغل معانا تاني يا حبش. يعني ايه؟ انت عارف ان انا خلاص استقلت من شغل بيت عامل زي العداد الواقف. خلاص دور بقى على اللي شغاله. يا نهار اسود، طب ليه عايز تشتغل معانا يا حبشي؟ مفيش قدامي غير كده. يبقى مفيش غير حل واحد، انك تشاركنا براس المال. ولا حتى حاجه 2000 جنيه، ما انت عارف سكتهم اتهرسوا في لحمه الراس خلاص. لا ما هم رجعوا تاني يا حبشي. ازاي؟ بص بقى يا سيدي، الحاج توفيق الله يكرمه خد منك ال 2000 جنيه وراح البنك وعمل ضفط توفير للست مديحه. سعادتك ان شاء الله هتروح للست مديحه وتقول لها انا محتاج ال 2000 جنيه عشان ادخل مع اخواتك راس المال. مديحه هتروح تقول لابوها، ابوها مش هيرفض لها الطلب. قلت ايه؟ طبعا هقول ايه؟ ده كلام جميل. لما الاقي اب بيخاف على اولاده وبنته بالطريقه دي، انا يشرفني فعلا ان انا احط ايدي في ايديكم، وخصوصا لما تكونوا امناء على ثروتي ومالي. همشيها لك انها ثروتك ومالك، بس هي في الحقيقه ثروه ومال مديحه اختنا. امل احتجاز من الفكره. الحقونا يا جماعه، في مصيبه جوه. في ايه يا ابني؟ في ايه؟ يا نهار اسود، ايه اللي حصل ده؟ ده كسروا العيال كلها يا امل. الغرب طايم وجابوا عليها وضيعها. كسروا البيانو وكسروا كل حاجه. علينا احنا بعد كده؟ هما شكلهم كده بقى هيفكروا ان احنا كمان ممكن يموتونا بالمرة. اعمل ايه دلوقتي؟ البيانو ده بتاع جدي وما كانش موافق اصلا ان انا اجيبه هنا. قلت لك بلاش تجيبيه. بيانو ايه يا امل اللي انت بتتكلمي فيه؟ امل احنا في مصيبة، في كارثة، وانت مش حاسة بحاجة. ما انت لو تعرف قيمة البيانو ده ايه ما كنتش اتكلمت كده. لا يا حنان عادل معاها حق، الموضوع بقى اكبر من البيانو بكتير، ولازم ناخد اجراء دلوقتي حالا. اكيد بتوع الجماعة الاسلامية هم اللي عملوا كده. انا هروح ابلغ مكتب العميد والامن بتاع الجامعة. لازم نعمل محضر رسمي في اسم البوليس، الموضوع بقى اكبر من العميد ومن الجامعة كلها. امل انت عارفة ان احنا ما معناش اي دليل يثبت ان الجماعة ليها يد في اللي حصل ده، ومحدش تاني ممكن يكون عمل كده. لا الكلام ده بيننا وبين بعض، انما احنا ولا معانا دليل ولا شهود ولا اثباتات للكلام اللي حصل ده. انا عندي دليل وكلكم كنتوا شهود عليه. شهود على ايه؟ على ان احمد توفيق جه لحد عندي وهددني، واظن كلكم شفتوه. ايوه صح انا شفته، هددني وقالها لي بصراحه انا بهددك. خلاص يبقى نتهم احمد توفيق، واكيد هنلاقي بصماته على الالات اللي متكسره دي. الاهم من بصماته عم شناوي، شافه وهو واقف معايا وسمعه وهو بيزعق لي. انا هوديه في 60 داهيه.